دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا وسهلا بأستاذ إيهاب والسادة المشاهدين. دكتور أشرف، يعني إيه موضوع دلتا ده بقى؟ عشان إحنا كل شوية بنسمع إشي هندي وإشي دلتا، وإيه الموضوع؟ هو زي ما إحنا عارفين إنه فيروس كورونا تركيبه RNA. والفيروسات دي عند انقسامها ممكن بيحصل فيها أخطاء أثناء الانقسام. الأخطاء دي بنسميها تحورات أو طفرات في الفيروس. لكن إذا حصل نتيجة هذه التحورات إنه تغيرت خصائص الفيروس، فهنا بنسميها سلالة. وإذا ظهرت هذه السلالة بخصائص جديدة، أصبحت هذه السلالة يعني لها خصائص مختلفة. الخصائص المختلفة إحنا بندرسها من 4 حاجات. أول حاجة معدل الانتشار، قسوة المرض، ثاني حاجة، ثالث حاجة تأثير الأدوية، ورابع حاجة تأثير اللقاحات. فإذا كانت السلالة الجديدة فيها تغيرات في الخصائص في معدل الانتشار أو في قسوة المرض أو في استجابتها للأدوية أو استجابتها للقاحات، يبقى معنى كده إن هذه السلالة مختلفة عن السلالات السابقة. طيب دلتا ده يا فندم سلالة جديدة، وانتشرت فين ودرجة استجاباتها إيه للعناصر الأربعة اللي حضرتك حددتها؟ دلتا دي هي السلالة اللي ظهرت لأول مرة في أكتوبر 2020 في الهند. يعني هي التحور الهندي، يعني مش حاجة جديدة بالضبط. تمام. إنما هذه السلالة الحقيقة بدأ كمان يحصل فيها بعض التحورات الجديدة، عشان كده بقى في دلتا بلس. يعني دلتا دي اللي هي أول ما ظهرت، لكن كمان دلتا بلس أصبحت دي سلالة بخصائص كمان مختلفة شوية. والخصائص الزيادة اللي ظهرت في دلتا ودلتا بلس إن فترة الحضانة بقت أقل، وإن فترة ظهور الأعراض الشديدة من بعد الإصابة بقت كمان أقل، وإنه أكثر انتشاراً لأنه معدل الانتشار أعلى وبتصيب صغار السن والشباب والأطفال، وإن ليها أعراض قد تكون مختلفة شوية لأنها فيها أعراض شبه البرد. شبه إيه فيها؟ أدوار البرد. شبه البرد. لأنه بقى فيها أعراض بتصيب الحلق وكمان احتقان الأنف وإفراتات كثيرة من الأنف. فاللي بيصاب بيها بيعتقد إن هو عنده برد. يعني ده يأكد أكتر إن أي حد يبقى عنده برد يجري يطمن. لكن عايز أسأل حضرتك، هل استطاعت الهند إن هي يعني تكبح جماح انتشار هذا الفيروس أو السلالة الجديدة براها رغم وصولها لبعض الدول المجاورة؟ يعني للأسف إنه هذه السلالة أصبحت منتشرة بشكل كبير في دول كتير، و80 دولة حاليا سجلت انه هذه السلالة وصلت عندها. وان اصبحت السلالة دي هي السلالة الرئيسية في بريطانيا مثلا. وعلشان كده بريطانيا كانت عندها نية انها تخفف من اجراءات الاحترازية بتاعتها في الفترة الاخيرة، لكن اجلت هذا التخفيف لحين السيطرة على انتشار هذه السلالة. طب احنا يا دكتور، يعني هل الموضوع بتاع التحورات ده هيخلي فيه قيود السفر ممتدة لمدة طويلة ما بين دول العالم وبعضها البعض، ولا ايه بالظبط؟ شوف، هو دلوقتي منظمة الصحة العالمية بتصنف السلالات الجديدة تصنيف خاص. فإذا كانت ظهرت سلالة بتقول والله ان السلالة دي لو كانت اعراضها بسيطة بتسميها سلالة محل البحث. أما إذا كانت سلالة لها أعراض ومواصفات شديدة وكمان سريعة الانتشار، فبتسميها سلالة محل القلق. محل الإيه؟ القلق. القلم؟ لا، القلق. القلق، القلق يعني؟ أيوة. تمام يا فندم، معلش عفوا ما سمعتش الحرف الأخير. طب إحنا موقفنا إيه بقى يا فندم؟ إحنا كان مستشار الرئيس الصحي قال إنه إحنا عدينا ذروة الموجة الثالثة، والأرقام يعني امبارح كان 566 و837 حالة وفاة، فدي أرقام تمثل تلت الإصابات في الشهور الماضية. إيه الموقف دلوقتي وما نحن مقبلين عليه إيه؟
الحقيقة إنه إحنا دلوقتي يعني مصر بتمر بالحصار للموجة الثالثة، تمام، وإنه أعداد الحالات فعلا كما تقول وزارة الصحة إنه في أعداد أقل طبعا من الشهر اللي فات، وده معناه إنه معدل الإصابات قل. كمان الحالات الوفيات قلت، يعني بعد ما كانت بين 50 و60 دلوقتي بقت حوالين رقم 30، وده معناه إن إحنا الحالات عندنا من الإصابة والوفيات أقل. أي طيب، يعني بس كده حضرتك متوقع إيه الفترة القادمة يعني؟ والله يعني في عوامل مهمة جدا علشان زيادة معدلات الإصابة. العوامل دي في عوامل ليها علاقة بالمواطنين، وعوامل ليها علاقة بالدولة، وعوامل ليها علاقة بالفيروس، وعوامل ليها علاقة بالفعاليات. أي فالمواطنين عليهم انهم يلتزموا باجراءات الوقايه اللي هم بيعملوها من لبس الكمامه والتباعد وغسيل الايدين. والدوله بتتخذ الاجراءات حسب معدلات الاصابه، فبنشوف انها بتعمل اجراءات مشدده في بعض الاحيان زي ما حصل مثلا في الاعياد في رمضان علشان ما يحصلش زياده في الاعداد. وكمان بالنسبه للفيروس ظهور متحورات جديده او سلالات، ده برضه بيخلينا نتخذ الاجراءات اللازمه. تمام. الفعاليات بقى يعني مثلا المصايف وامتحانات الثانويه العامه والحاجات اللي زي كده، دي بتدي فرص قويه لانه الناس تبقى موجوده بشكل مكثف. وعلينا ان احنا نتوقع التواجد بشكل مكثف وخاصه في الاماكن المغلقه. بشكرك جدا دكتور اشرف عقبه، رئيس اقسام الباطنه والمناعه بجامعه عين شمس، على إن حياتك نورتنا في كثير من جوانب هذا الفيروس وتحوراته وغيرها.